طيب احنا كده بدينا الريكوردينج تمام. لو في زول عنده اي حاجه بس عايز اي سؤال اي حاجه يوقفني طوالي ما عندي مشكله. اوكي تمام. تمام يلا. أول حاجة أنتوا في الهيستولوجي عندكم جي أي تي ويورينري صح؟ ف فور جي أي تي أقول لكم شنو أهم حاجة في الجي أي تي، إنه الزول يكون عارف المين أو الجنرال هيستولوجي أوف الجي أي تي العام، يعني بيشتغل فيه أول أوف الجي أي تي من أول لحد نهايته تمام؟ يعني عندنا الميوكوزا والسب ميوكوزا والمسكيلاريس اكسترنا، وعندنا تاني سيروزا اور ادفنتيشا تمام. فيلا اول حاجه السيروزا والادفنتيشا دي ما يعني ما عايزاكم تقعدوا تفكروا فيها كثير، يعني تفكروا انه دي سيروزا ولا دي ادفنتيشا ولا كده. you can find it out من الاناتومي حقكم، لو الحاجه فيها بيريتونيوم معناتها فيها سيروزا، والحاجة no peritoneum معناتها فيها adventitia تمام. فبس كده لو جاكم سؤال فيه سيروزا او adventitia انتوا بس فكروا في موضوع البيريتونيوم، عندنا peritoneum معناتها سيروزا، ما عندنا peritoneum معناتها adventitia تمام. فكده احنا انتهينا من القصة بتاعت السيروزا والadventitia دي خلاص سميناها. يلا نيجي للميوكوزا. الميوكوزا ذاتها مصنوعة من ثلاثة حاجات تمام. عندنا فيها الابيثيليوم، اللامينا بروبريا، والمسكيلاريس ميوكوزا. يلا نشرح ذي الحبة حبة. الإبيثيليوم هو السيلز القاعدة، ودي بتختلف من واحد لواحد، يعني من كل أورجن في الجي أي تي للثاني بتختلف، عشان كده دي حنركز عليها كثير. اللامينا بروبريا هي عبارة عن كونكتيف تيشو وكابيلاريز، سو كونكتيف تيشو تمام؟ كونكتيف تيشو. والمسكيلاريس ميوكوزا هي مسلز تمام، هي thin layer of smooth muscles تمام. يعني لازم اهم حاجه نعرف انه المسكيلاريس دايما سموث، لكن المسكيلاريس اكسترنا عندنا في حته حتكون سموث وفي حته حتكون سكيلتن، دي برضه بيسالوا فيها. السبميوكوزا نتكلم عنها خفيف برضه، هي برضه ال connective tissue، هي connective tissue لكن دي dense connective tissue، ما حالي حبه connective tissue dense. والحاجة الوحيدة المهمة فيها إنها عندها سبميوكوزال بلكسس تمام؟ فيها بلكسس، وفيها برضو في حتت من الحتت حيكون فيها جلانز، حيلاقيها في كم أورجن كده في جلانز في السبميوكوزا، على مع إنه باقي الجلانز عادة بتكون في الميوكوزا ذاتها تمام؟ يعني في حتت حنلاقي فيها جلانز في الميوكوزا، في حتت حنلاقي فيها جلانز في السبميوكوزا. المسكيلاريز قلنا إنه المهم أنا بس إنها اللي هي سكيلتد ولا سموث. يلا اللعبة هنا وين؟ السكيلتل في أي حتة فيها voluntary muscle، وسموث في أي حتة فيها involuntary muscle. يعني شنو؟ الفولنتري muscle حيلاقينا وين؟ حيلاقينا في الأسوفاجس تمام؟ فبس في الأسوفاجس، وspecifically في الأبر one third of الأسوفاجس، في الأبر one third of الأسوفاجس إحنا we can control it by controlling the swallowing، عشان كده بيكون لنا الأبر ثيرد بالأسوفاجس سكيلتال مسل. السموث حيكون الستومك، حيكون الانتستنز، اللارج انتستنز، ده كله سموث مسل. فمعناتها من اللور ثيرد اوف الأسوفاجس تو ذا اند تمام. يلا عندنا حته ثانيه، عندنا الميدل ثيرد اوف الأسوفاجس، ده حيكون شنو؟ ده حيكون ميكس فيه الاثنين سكيلتال وسموث. فيتذكر انه الاسوفاجس حنقسم على ثلاثة، الابر ثيرد فولنتري وسكيلتال، النص فيه ميكس سكيلتال وسموث، واللور ثيرد حيكون سموث مسلز. حنواصل كده لحد اخر الجي اي تي، حنقيف تاني وين؟ حنقيف تاني في الانس. في الانس انها نفس القصة، انه الجزء الفوق سموث وفولنتري، والجزء التحت دقيقة بس
I think it had a name. الجزء ده هيكون مختلف، هنتكلم عنه بعدين برضه عشان ما تركزوا شديد لما نيجي النهاية نراجعه سريع. فيلا كده احنا عرفنا الجنرال او البيزك ايديا حقت ال حقت ال الجي اي تي، تمام. يلا كده نخش شويه شويه بالراحه بالراحه في الاسوفاجس. طيب نبدا بالاسوفاجس. الاسوفاجس عندنا الميوكوزا هيكون إبيثيليوم حقها شنو؟ هيكون stratified squamous، تمام؟ خلاص أنا بعد ما أقول لكم ده نمسح هخليكم تاخذوا سكرين شوت، تمام؟ إذا عنده أي حاجة عايز يقولها. تمام، فيلا الإسوفاجس عندنا فيها الميوكوزا هي عبارة عن stratified squamous epithelium، والحاجة الثانية مهمة عنها إنها هي فيها glands. فزي ما قلت لكم قبل إحنا معظم الجلانز هيلاقونا وين؟ في حتت هيلاقونا فيها في الميوكوزا وفي حتت هيلاقونا في الميوكوزا. الإسوفاجس واحدة منهم الجلانز حقتها قاعدة في الميوكوزا. ده كل اللي أنتم بتحتاجوا تعرفوه في موضوع الإسوفاجس. يلا الإسوفاجس برضو عندها في الميوكوزا glands، تمام. يعني عندنا ميوكوزا فيها جلانز، في سبميوكوزا في الاسوفاجس فيها جلانز. المسكولاريس اكسترنا زي ما قلنا عنها قبل انه عندنا الابر ثيرد سكيلتال مسلز، الميدل ثيرد ميكس، واللور ثيرد سموود مسل. اخر حاجه نعرف انه الادفنتيشي حقتها الابر تو ثيردز عشان هو ما هو في الثوراكس هيكون ادفنتيشي من دون سيروزن لانه ما فيها بيريتونيوم، في حين انه اللور ثيرد عشان هي جزء من البيريتونيوم هيكون فيها شنو؟ سيروزا، تمام؟ فكده احنا غطينا الاسوفاجس. اذا عنده اي مشكله ولا اي حاجه؟ تمام. تمام. طيب يلا هاخدها فوق هنا as a rule انه لما نقول الحاجه عندها سيروزا معناتها it's part of the peritoneum. لما نقول الحاجة عندها ادفنتيشيا معناتها no peritoneum. طيب يلا معناتها شنو؟ الاسوفاجس عندنا ال upper two thirds منها في الثوراكس صح؟ وال lower one third في الستومك، في الابدومين سوري، عشان بيكون ده يخش الستومك. فال upper two thirds فيهم ادفنتيشيا لانهم في الثوراكس ما عندهم peritoneum، في حين انه اللور 1 ثيرد قاعد في الابدومين فيه شنو؟ بيرتونيوم، فمعناته حيكون عنده سيروزا، تمام؟ نيجي للستومك. الستومك يلا الستومك از بيت مور يعني فيها كلام كثير شويه، تمام؟ اول حاجه نعرف انه الميوكوزا حقت الستومك از يعني ريجد وفيها الحاجه اللي بنسميها روجي، تمام؟ يعني فيها يعني حتلقوها فيري في عشان تعمل large surface area هيكون فيها ridges كده كتير اسمها الروجي، تمام. دي مهمة. ثاني حاجة ال type of epithelium حقها simple columnar، تمام. تمام يلا عندنا الحاجة الأخيرة المهمة شديد في الستومك هي ال glands. في ال glands عندنا mucus glands للميوكس، عندنا البارايتال سيلز. البارايتال سيلز ديل بيطلعوا ال HCL، وعندنا التشيف سيلز اللي بيطلعوا الانزيمز، وعندنا تاني دقيقة ديل أهم وحدات. في تاني كم جلاند كده، لكن احنا بنيجي نفوكس على المهمات الشديدة اللي هم عندنا الميوكس جلاندز، البارايتال جلاند بيطلع ال HCL والتشيف سيل بيطلع ال enzymes. ثاني عندنا السبميوكوزا ما عندنا فيها سبميوكوزا جلاند، يعني الستومك الجلاندز كلها حقتها قاعده في الميوكوزا، تمام. بعد ذاك عندنا المسلز. المسلز احنا عندنا في المسكولاريس اكسترنا في الستومك معموله من 3 layers،
اهم شيء ماشي ان هم ذا 3 لايرز. يعني في باقي الجي اي تي كله هي 2 لاير بس, بيكون اوتر وانر. هنا احنا بنقول ان اوتر وانر وفي ميدل, تمام, او بنقول عليهم اوتر انر انر موست. فدي بس حاجه مهمه ان يو جايز شود نو ات. برضو I don't think they used to go that detailed بقدر انه يعطي واحد يعطي يعني, so I'm just gonna keep going. Stomach since it's part of the peritoneum, فكلها حتكون covered by serosa. So far, is it good? يا جماعة؟ Okay, so quick. Perfect. She's on to us. Okay, let's keep going. طيب يلا كده سوف احنا بنكون غطينا لحد الصدر. نمشي لل small intestine. لكن قبل ما نخش في small intestine, I just want to point حاجة واحدة out سريع كده, إنه في المرات they ask you for questions من junctions, يعني the gastroesophageal junction, the كده يعني from every time you go from one type of epithelium to the second, بيكون في junction كده يعني or sphincter بين ال two, بين الأسفاجس والstomach عندنا ال gastroesophageal sphincter أو ال junction. وفيها حاجة واحدة important, إنه فيها حاجة اسمها cardiac glands. والcardiac glands ديل they're basically يعني هم قاعدين في الكارديا of the stomach وقاعدين برضو في الأسفاجس, في lower part of the esophagus. It's not that important, لكن بس يعني just in case you ever see it في الامتحان ولا كده, it's قاعدة في the lower most part of the esophagus وفي the upper most part of the stomach, في الجنكشن دي بالظبط. ممكن مرات برضو يعني مثلا يسألوك يقول لك changes اللي بتحصل بين الأسفاجس للستومك, يعني لما نمشي من الأسفاجس للستومك الحقيقة هيتغير إنه الفانكشن هيتغير obviously from إنه يكون protective في الأسفاجس لإنها تكون secretory في الستومك. فعشان كده الإبيثيليوم هيتغير من stratified squamous لكولومنر. يعني حاجة هتحصل إنه الجلانس كلها هتمشي من السميوكوزا للميوكوزا, وآخر حاجة إنه هيبقى في extra layer of muscles, دي changes اللي بتحصل, تمام؟ نمشي لل small intestines. The small intestines برضو I'm gonna talk about it generally, أديكم ال main idea of a general, بعد ذاك نخش في كل واحدة براها to highlight the main points here. So generally عندنا فيها حاجة اسمها Flica circularis, but they're very important. Flica circularis are basically folds في الميوكوزا, تمام؟ ميوكوزال folds. You know, they're very important to they're يعني قاعدين بس في small intestines, تمام؟ عندنا تاني villi, تمام؟ Obviously. And معانا تاني عندنا في goblet cells وفي crypts وفي برقون, تمام؟ يلا I'm gonna explain بعد شوية كل واحدة فيهم قصتها يعني بالظبط. طيب يعني في الميوكوزا عندنا حيلاقينا الفلايكا سيركيلاريس اللي هم ميوكوزا فولد, حيلاقونا الفيلاي, ومع الفيلاي في مايكرو فيلاي, حيلاقونا الجوبلت سيلز وتشو فانكشن حقتهم انه يطلعوا ميوكس, حيلاقونا الكريبتس اوف ليبركون, سوري ذيرز ا تايبو هير اتس ا سي, في الكريبتس اوف ليبركون بيعملوا لنا شنو؟ بيطلعوا لنا واتري سكريشنز, تمام؟ فيلا نركز واحده واحده على كل واحده هم وير جونا هايلايت شنو فيهم. سو وين وير جوينج سبيسيفيكلي حنبدا بالديودينوم. والديودينوم إز فيه حياة مهمة إنه في ال سبميوكوزا إنه فيه extra glands اسمهم Brunner glands. So that's very important إنه في ال سبميوكوزا عندنا في الديودينوم ال Brunner glands. ال Brunner glands ال functions حقته إنه تعمل alkaline secretion, تمام؟ يلا عندنا بعد ذاك الجيجنوم, أهم حاجة فيهم
إنه it has more microcircularis than the rest. So دي الفيتشر حقتها المهمة شديد. وبرضو فيها more villi. هتلاحظ إنه usually usually بيكون هو أكتر حاجة من أي حاجة. يعني everything فيه more. More plaque circularis, more villi وكلام زي ده. Excuse me? Yeah? Manage, can you repeat what's plaque circularis again? Yeah, okay, sure. هم they're basically في الميوكوزة ذاته folds. They increase the surface area حقت الجينوم. Well, all of it, تمام. But it's more needed في الجينوم لأنه الجينوم is the main area of absorption. عشان كده نحتاج ليه أكتر حاجة هناك, تمام؟ Yeah, يعني زي الروجي كده, زي الروجي. زي الروجي, basically, same idea. Okay, thank you. Well, anytime. تاني عندنا آخر حاجة, الإيليوم. معلش. هو, go ahead. قلت البرنر glands release what? They release alkaline secretion. So, الفنكشن حقتها هتكون neutralization of الكايم اللي بيجي من الستومك. عشان هو الجينوم حيلاقي الستومك طوال, بعد الجاي من الستومك طوال, صح؟ So, its function حقته إنه to neutralize الأسيد ده. عشان كده بيقوم بيطلع الالكالين سيكريشنز من البرنر جلاند عشان الاسيد سيكريشنز حقت الستومك تبقى نيوترلايزد, تمام؟ اوكي, لايك اف يو جايز ثينك اوف الفانكشنز والاوردر اوف ذم, يعني اتس فيري ايزي تو ريمبر ويتش وان قاعده وين. تمام, الايليوم احنا بس يتذكروا الايليوم از الفانكشن حقته اميون فانكشن. الايليوم شغله اهم حاجه فيه انه يكون عنده immune function. عشان كده عندنا فيه, حتى عندنا فيه الماوث which is a mucosal associated lymphoid tissue, وعندنا فيه fire patches. يلا fire patches ديل عبارة عن lymph nodes, لكن بس they're aggregated in a different way than in the rest of the body, تمام؟ يعني بدل ما يكونوا lymph nodes عديل بيكونوا aggregates of lymphoid tissue في ال في الجينوم. حاجة تانية very important, sorry, في الإيليوم. حاجة تانية important about the fire patches is that دقيقة. Wait a second. The fire patches, if from a histological point of view, they stain darker. هيكون لونهم زي ال purple blue كده. So that's how you can tell the difference between the ileum and the jejunum when you look at it from a microscope. عديل. In the ileum, هتلاقي فيه ال fire patches which are lymphoid tissue, وهم they're darker purple blue كده. بحيث إن الجينوم ما فيه. تمام؟ So الجينوم هتلاقي فيه no glands. الجينوم هتلاقي برضه فيه ال Brunner glands. الفرق بين ال Brunner glands والفاير باتشز انه هتلقى البرونر جلاند العكس pale stain, تمام؟ So I'll repeat it really quickly. الكلام اللي قلناه انه احنا عندنا في السمال انتستنس عندنا البلايكي سيركلاريس which has a mucosal folds for absorption, والفيلاي برضه شغل حقهم absorption. عندنا الجوبلت سيلز that secrete mucus, وعندنا الكريبتس اوف ليبركون. يلا الكريبتس اوف ليبركون are basically برضه they're folds كده هتلاقوهم. I wish I can have a picture here or something. Let me see if I can. لكن معلش الكريبتس اوف ليبركون دي مش اصلا كانت في هناي. صح لخبطتها بالنت ثاني معلش. No, it's okay. تمام؟ فالكريبتس شغلهم they're basically just invaginations او يعني برضه they're. I can't describe it perfectly, لكن يعني الميوكوزا بدل ما تكون straight زي باقي الجسم يعني بتكون قاعده كده يعني كده الحتة التحت دي هنا دي الحتة هنا دي بنسميها دي الكريبت نعم هنا دي كده دي هم الكريبتس basically so they're like الدخل التحت دي تمام so they have crypts basically برضو for the sake of surface area increasing. تمام؟ فيلا عندنا تاني قلنا الجينوم فيه البرنر جلاندز which are الفانكشنز حقتهم انه يعملوا secretion of الالكالين هتلقوهم very pale colored. If we assume دي الميوكوزا
ودي السب ميوكوزا. هنلقى هنا ده في الديودينم البرونرز جلاند، قاعدين هنا في السب ميوكوزا تمام، يكونوا بيل، في حين انه لو عاينا في ال بال what's it called sorry لو عاينا في الإيليوم حيلاقين هنا ده dark fire patches كده، بيكونوا في تحت في ميوكوزا تحت في آخره، ممكن يكون في سميوكوزا برضه تمام، بيكونوا dark listing هنا fire patches تمام. So basically this is a summary of a small intestine. Is everyone clear on this? Oopsies. Yalla, why do I keep deleting it? Yalla, no, I'll take it. تمام. So next is ال wait a minute. Yeah, the crypts الشغل حقهم كان watery, more like watery secretions اللي هم usually enzymes eh. طيب a large intestines برضو it has goblet cells لكن it's not as important يعني as في ال small intestines. فيها برضو على epithelium حقها I forgot to tell you guys about the epithelium في ال small intestines صح؟ epithelium في ال small intestines is columnar sorry columnar I simple columnar, sorry. نرجع هنا. So epithelium. في a large intestines. برضو simple columnar. و يلا something important about it إنه ال unlike ال sorry معلش usually زي ما قلنا احنا usually عندنا المسلز اللي هي الاكسترنال مسلز عندنا فيها 2 layers في الستومك قلنا عندنا 3 layers في small intestines بنرجع عادي ل 2 layers في large intestines بنزيد لنا عن extra layer لكن ما بتكون in a form of sorry ال outer layer ما بتكون in a form of يعني longitudinal muscles زي العادي بتكون in a form of tinea coli تمام so بيكون 3 bands of muscles يعني الاكسترنا الغريب فيها ان هذا الاوتر لاير از تينيا كولاي تمام so wait madam sorry I have a question yeah go ahead So you said in there's like 3 muscle layers in the stomach and you mentioned the tinea coli is like is that like how is the arrangement of that? Oh sorry let me repeat it in more a way it makes more sense. In general in the 2 layers of muscles. So في الاسفاجس في small intestines they عندهم 2 layers. في الستومك we have an extra layer and في a large intestines we have a last layer تقليب لتينيا كولاي so I was just highlighting the differences يعني so it's two okay, layers everywhere so except the muscle or large intestine and stomach or large intestines no? okay thank you يلا a large intestines usually they don't ask much for large intestines it's the least most important place صراحة لا. All you gotta know is ال دقيقة
إنه السيكم since it's the thing اللي بيجي طوالي بعد ال small intestines the structure حقته ما بعيد شديد من ال small intestines يعني فيه ال crypts وفيه ال glands بيشبه ال small intestines شديد تمام بعد ذاك ال colon يعني they have the crypts and glands لكن الحاجة المهمة فيهم إنه they have no villi so the feature that differentiates between the small intestines and large intestines is إنه small intestines فيهم ال villi a large intestines ما حنلقى فيهم ال villi ثاني حاجة مهمة about them is إنه حنلاقي زي ما قلنا ال thinia colli وما حنلقى glands in the submucosa Yeah, let me talk about it. So, mouth glands in the submucosa. Well, crypts, حنلقى crypts, حنلقى glands in the mucosa, بس تمام؟ اللي هم the ones that secrete the alkaline, the ones that secrete the mucus والحاجات دي. لكن ما حنلقى the ones that secrete the enzymes, اللي هو ناس ال pyre patches, وال alkaline patches, and Brenner glands, والجماعة دي اللي حنلقى في submucosa, تمام؟ دقيقة معلش. Another thing about them is إنه حنلاقي فيهم most of them serosa except for when a retroperitoneal or a retroperitoneal part. فيها both serosa and adventitia. Then specifically عندنا الكولون تمام؟ لأنه الكولون عندنا فيه الأسندينج والديسندينج كولون حتلقاهم ريتروبيريتونيل فمن قدام حيكون سيروزا لكن من وراء حيكون أدنتيشا وحنلقى الترانسفيرس كولون حيكون كله سيروزا تمام؟ Does this make sense to you guys؟ Sorry, but can you just repeat that last point again? Yeah, sure. الكولون يعني ال changes قلنا between the small intestines and large intestines في الميوكوزا حنلقى no villi في submucosa حنلقى no glands في ال muscularis قلنا حنلقى thinia colli في ال serosa وال adventitia layer حنلقى في ال parts اللي فيها peritoneum serosa في parts حنلقى فيها adventitia لكن في parts اللي هي ال retroperitoneal parts دي اللي هما ال ascending colon وال descending colon They're like, they're covered by serosa from the front only. None of them are in water peritoneum. They're retroperitoneal organs. عشان كده هيكون فيهم الاثنين serosa and adventitia. Like if you look at it from the top, you're gonna see serosa. لكن if you look at it from the bottom, you're gonna see adventitia. Does that make sense? Yeah, Maram. Okay, thank you. Yeah, Maram. Are the crypts only found in the In the cecum or in all of the large intestines? Yeah, I gotta check because هم قاعدين في السيكم وفي الكولون تمام؟ Let me double check sign just in case. I think قاعدين فيهم كلهم قاعدين في السيكم وفي الكولون برضو ما حنلاقيهم لكن في الريكتم والانس اوكي خلاص حنلاقيهم اكثر في الكولون مرام معلش بس can you properly define adventitia yeah sure okay طيب basically احنا لما ننتهي من اللاير حقت اللاير اخر لاير في الهيستولوجي بلاقينا a last layer كده تمام؟ A last layer دي it's normally بس one layered epithelium أو يعني wait let me explain it more wait sorry one second so basically إحنا قلنا دل 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 مثلا دل intestine تمام؟ عندنا جوا هنا ده lumen عندنا هنا muscles عندنا الحاجات دي كلها A layer الأخيرة دي حنسميها الادنتيشن تمام؟ It's just basically the last layer that you meet. It's one layer, single layer كده ما it's barely anything.
لكن في الحتة الـ covered by peritoneum حنلاقي بعد الأدفنتيشيا الـ peritoneum ذاته stuck to it. So بيبقى فيه simple squamous layer بعد الـ ending of it. So دي كده بنسميها serosa. So when you say adventitia, it just means it has no serosa. Make sense? It's just the last layer of it. حاجة very small, basically barely anything. Oopsies. تمام. ف كده احنا we talked all the way to the colon. Go ahead. في large intestine, are there plica circularis or? لا, there aren't. هنلاقي الميوكوزا بس كريبت by بس كريبت but it still has folds right the villi still has what folds I like it, it's less foldy if that makes sense uh-huh. يعني we don't need the extra folds all right تمام يلا آخر حاجة أتكلم عنها really quickly is the the anal canal. ما يلا دي برضو ما فيها كلام كثير because it's usually I've never actually seen a question in it before. All you gotta know is إنه لما نصل الـ anal canal بنرجع تاني and we go from a simple columna to a stratified squamous that we have يعني بنبدأ بـ stratified squamous بنقلب لـ simple columna ولما نوصل الانس تاني بنرجع نقلب للستراتيفايد سكويمس تمام يلا الانس فيها الاثنين سو الجنكشن في نص الانس بيقلب من السمبل كولومنا للستراتيفايد كولومنا وفي حاجة تانية another thing that's important انه wait هاي عندنا حاجة اسمها anal columns يلا anal columns are basically هم ده الميوكوزا ذاتها تمام الميوكوزا في الحته دي بيبقى اسمها يعني الفولدز حقت الميوكوزا النورمال فولدز حقت الميوكوزا بيبقى اسمها anal columns في الحته دي تمام اخر حاجه we need to know about it is انه عندنا ال anal sphincter تمام So these are the features of the anus. In the nagli min a simple columna the stratified squamous. In the mucosal fold bibga isma al anal columns, in the sphincter and there's one more thing. I think I forgot something. Yeah, no, that's pretty much it. That's pretty much it. يلا برضو هنعرف إنه الأنس وال rectum. I didn't mention the rectum. The rectum زي use the large intestines. لكن الفرق إنه rectum والأنس الاثنين هيكونوا فيهم adventitia ما هيكون فيهم serosa. طيب نو there's 3 minutes left for the Zoom meeting. So I'll just take questions and for the new one we'll talk about الباقي. So any questions يا جماعة؟ مرام ده هيكون بس histology yes nothing else we're gonna try to do neuro برضو بعد okay يعني نفس الميتينج ده right هنخش بنفس اللينك okay خلاص so I can just stay online يعني هون right I don't know بس if it closes go back and press the same link بعد ذاك we're gonna talk about الباقي يلا يا جماعة انتوا اخذتوا برضو accessory organs of ال GIT صح معاكم برضوش شنو هذا زي ثين افتح المايك وهو يتكلم معايا اوكي سو يلا دي قصه my only issue is I never actually studied it to be honest يعني عندي فيها information حبه شديد ما كثيره ف Oh, I asked if you guys did the accessory organs had like a GIT برضو. You know, as a liver, with gallbladder, with pancreas, with Yeah, we did them.
Yeah. Well, then I'm going to skip them because I personally never actually studied them in detail. I'm going to do a read on طوالي بعد تمام. قال لي تحاول try to study them on your own. Someone asked if I can repeat stomach esophagus area. So I'm going to do that. And then, يعني, and you guys can leave and enter the link in like 2 minutes because Zoom is going to fill. تمام. فعندنا أول حاجة الأسوفاجس هنا we basically explained إنه there's a general idea أو general system لل جاي فيه كله إنه عندنا فيه ميوكوزا وعندنا بعد ذاك عندنا سب ميوكوزا عندنا بعد ذاك ماسكيلاريس عندنا بعديها أدفنتيشيا أو سيروزا and we said إنه الأدفنتيشيا والسيروزا الفرق بيناتهم إنه واحدة فيها بيريتونيوم والثانية ما فيها بيريتونيوم so أي واحدة للإنترابيريتونيال أورجان والثانية للأورجنز اللي ما فيهم بيريتونيوم which is الأدفنتيشيا بعد ذلك حكينا على الأسوفاجس بنا الأسوفاجس ما فيها كلام كثير غير إنه عندنا stratified squamous عندنا glands في الميوكوزا and السبميوكوزا والمسكيلاريس قلنا عندنا حاجة مهمة شديد إنه المسكيلاريس في الأبر ثيرد skeletal muscles في اللور ثيرد في الميدل ثيرد mixture between both of them وفي اللور ثيرد عندنا فيها smooth muscles معناته إحنا عندنا في الأبر ثيرد voluntary action you can swallow في middle third if you can control it لكن برضو في smooth muscles وفي lower third you have no control over the esophagus تمام بعد ذلك اتكلمنا على stomach قلنا انه stomach عندنا فيها الميوكوزا it's folded in a form of rugae تمام وانه الابيثيليوم حقه simple columnar بعد ذلك قلنا انه عندنا glands واهم glands ثلاثه عندنا mucus glands parietal cells which secrete the HCL what chief cells which secrete the enzyme